الله ما سكنه مساكنهم بعد النتيجة بمشي. الشيف قيم اسمع اسمع النتيجة يا شباب. ابو متعب تعال هنا عبد العزيز تعال هنا تعال. الشيف قيم في فريق حصل على 2500 نقطة وفي فريق حصل على 2300 نقطة. شكرا لك يا شيف انصاف جميل لان الاكلات تشابه بعض ولكن في بعض اللمسات اللمسات هذه عليها فرق 200 نقطة ولكن يعتبر كلهم انجاز. خربت المسبح. 2500 نقطة من 3000 بتروح من نصيب الفريق واللي فايز معنا اليوم في فقرة سحورنا بالروشن 9. 1000 مبروك لفريق حمادة بعد 40 سنة الله عليك يا شيف. والله حمادة بعد 40 سنة اقسم بالله. طيب 1000 مبروك. اقول لك فلوس من ايه؟ فريق الدورة فاجة يس معنا اليوم. 1000 مبروك لهم. طيب والله ابدعت. طيب جمهورنا الكريم جمهورنا ارجع عود 2500 نقطة زايد 1500 الله أربع كم؟ 2500 زايد 1500 كم؟ 5000 4000 على كيف 5000؟ 2500 و 1500 500 4000 500 شاري طليان 4 كاسر أنت 4000 نقطة لفريق البيرق وكذلك كم 500 و 2300 كم تطلع؟ ألفين وثمانمية الفريق الشلفة ليه؟ وألفين وثمانمية أصبر قل له الله ألا أنت عندك كم؟ 500 500 زائد 2003 2800 الفريق الشلفة يستاهلون يستاهلون على أنهم متعودين 4000 الفريق البيرق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على هالمتابعة الطيبة على هالمشاركات الطيبة. شكرا لكل من شارك بالتاج بعطيك فرصة. شكرا لكل من شارك بالتاج الله يبيض وجيهكم ونقول لكم يا جمهورنا ترى حنا بدونكم ولا شيء وراح بإذن الله تشوفون الأيام القادمة الشيء اللي يبهركم والشيء اللي يعجبكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وترى كذلك رضا الناس غاية لا تدرك.